السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي فنون الطبخ مع سناء الفاسية. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد اللاطة ديال الفيلي ديال لاداند مع الرز والخضر اللي كتجي رائعة مقرمشة، وكيجي داك الرز معلك رائع البنات فوق ما تصوروا. يعني وصفة بسيطة وكتجي لذيذة بزاف 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 البنات، كتستحق الصراحة التجربة. جربوها البنات وما غاديش ما غاديش تندموا على تجربتها. كتجي زوينه بالنسبه للسحور ولا في الايام العاديه بالنسبه للغداء ولا العشاء، يعني طبق متكامل كيجي رائع البنات. دابا نخليكم مع الطريقه والمقادير. على بركه الله عندي هنايا الفيلي ديال لادان اللي كيكون رقيق اللي كنت ديجا حمضته، عندي هنايا واحد نص حامضه، عندي هنايا الروز البسمتي اللي سلقته من السلقه، ماشي بالضروري البسمتي، عندي هنايا لا شابلوغ، واحد شويش ديال الموتزاريلا، عندي هنايا بصيله فلفله حمراء وقريعه اللي غنديرهم مع الروز. بالنسبه للتوابل عندي هنايا البودره ديال الثوم مليحه، فلفله حمراء، الابزار، سكينجبير، واحد جوج معلقات ديال الموطار صغار، زويته، واحد ربعه ديال المعلقه ديال المعدنوس. عندي لاصوص سوجا لايت هنايا، وواحد البيضه البنات. دابا غنبداو على بركه الله. كناخدو داك لاداند كنرشلو شويش ديال الحامض غير شويش البنات، جهد واحد المعلقه كبيره، كنتبلو، كندير شويش ديال الثومه بودره، واحد المعلقه صغيره، واحد المعلقه ديال المليحه، ومعلقه ديال الفلفله حمراء، وربع معلقه ديال الابزار، ومعلقه ديال سكنجبير، وواحد جوج معلقات ديال المعدنوس، ومعلقه صغيره ديال الموطاغ، وواحد شويش ديال الزيت جهد واحد المعلقه كبيره، واحد جوج معلقات ديال لاصوص صوجا. كنحاول نلبس داك التتبيله مزيان لداك الفيلي باش يتشرب مزيان من كل جوانب، كنحاول نمزجها مزيان. دابا غنخليها ترتاح شويش باش تشرب لي. غناخد داك لاشواغ ديالي، داك الحادقه، غادي نوضع فيها داك الخضر، داك الخضر بحري بغيت نشلضهم باش غنضيفهم مع الرز. صافي على هذا الشكل غادي نطحنهم بكل سهوله، كتسهل علينا كل شيء. انتم البنات فرمشت عين تشلضولي. دابا غناخد الرز غنضيف عليه داك الخضر، كيجي هذا الرز بهذا الخضر رائع، واخا غير بوحدو ديروه بلا لحوم بلا حتى شي حاجه. ضفت له داك المعدنوس، شويه د الابزار مليحه، الثومه بودره، شويه د الفلفله حمراء، وداك المعلقه صغيره ديال الموطاغ، وواحد ربعه د المعلقات ديال الزيت، وشويش ديال لاصوص صوجا. كنمزج مزيان داك التتبيله مع داك الرز والخضر باش يندمجوا لي مزيان، ويتشرب لي داك الرز داك التتبيله وداك الخضر باش يجيو بنين بنانين البنات. بالنسبه لداك الفرماج، بامكانكم ديروه دابا مع الرز، انا راني نسيت وما درتوش في وسط الرز، ولكن درته من فوق منه منين حطيته في اللاطه. دابا خديت اللاطه ديال الفرن كنوضع فيها داك الرز. ملي كديروا داك الفرماج لداخل في الرز كيجي معلك اكثر ما كيجي فوق منه، ماشي مشكل، انا نسيت درته فوق منه. كنوضع داك الفرماج اختياري، موتزاريلا ولا الفرماج الاحمر ولا حتى الفرماج ديال ساندويتش. من بعد ما شرب لي داك لادان داك التتبيله، كنزيد له داك البيضه، وكنحاول داك البيضه نلبسها مزيان لداك لادان باش ملي كان دوزو في داك لا شابلور كيتقبط لي مزيان، باش كيجي مقرمشه زوينه
بعد ما لبستها مزيان كناخد داك لا شابلوغ، كنحاول ناخد داك الفيلي وندوزو مزيان في هاد لا شابلوغ ونستفو هكا فوق اللاطة فوق داك الرز، كيجي رائع هاد الفيلي هكا، كيجي مقرمش وداك الرز كيجي معلك رائع. البنات الصراحة كتستحق هاد اللاطة باش تجربوها. كنستمر هكا حتى كنكمل داك الفيلي ديالي. بالنسبة لهاد لا شابلور صوبتها انا في الدار، يعني مصوباها على يديا. داك لا شابلور عندي ديال الخبز الكامل. صافي كنستمر هكا كنساليها. من بعد ما ساليت انتوما البنات اللطه ديالي على هذا الشكل، دابا غادي نغطيها بورق الطبخ وبابي الومنيوم وغندخلها الفرن. كتجي على هذا الشكل رائعه البنات الصراحه كتستحق التجربه. انا عجبتني بزاف لانا ولا وليداتي. داك الرز كيجي فيه واحد التعليكه وكتجي واحد التقرميشه في داك لاداند. الى عجبكم لا فيديو ديالي البنات ما تنساوليش لي كومونتير ولا لايك، وشكرا على تشجيعاتكم. شكرا بزاف بزاف. السلام عليكم.